توج منتخب السنغال ببطولة أمم إفريقيا للمحليين بعد فوزه على المنتخب الجزائري بركلات الترجيح 5-4 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت 4 فبراير الجاري على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية. وفشل المنتخب الجزائري في حصد لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين بعدما خسر في المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام أكثر من 40,000 متفرج. وجمعت السنغال اللقبين القاريين بعدما كان منتخبها الأول قد توج بلقب كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في الكاميرون على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح قبل نحو عام. وهذا اللقب الأول للمنتخب السنغالي الذي أوقف الهيمنة المغربية على اللقب بعدما توج أسود الأطلس بالنسختين السابقتين 2018 و2020، كما توجت الكونغو الديمقراطية في نسختين أيضا 2009 و2016، وتونس سنة 2011، وليبيا سنة 2014،